يعني بابا كل عمره هيك وتفكيره هيك، هلا بدك تيجي تغيريه؟ تصرفات ابوكي ما رح انسى له اياها ابدا، بس هلا مو هذا الشيء اللي زعجني. شو اللي زعجك؟ يلي زعجني انه كل رفقاتي ونسوان الجمعيه صار عندهم خبر بالقصه. اجباري، ما هو طارق اللي حكم بقضيه مدار، وهو ابن رفيقتك يلي هي اهم وحده من اعضاء جمعيتكم، يعني اجباري الكل رح يدرى. بعدين انت اعملي حالك مالك مهتمه، بكره مثل ما خبرتهم بالجريمه رح تخبرهم بالبراءه. ان شاء الله. الله يسمع منك. انا رح روح على الغرفه. الو، شلونك؟ شو وينك؟ لساعه تردي علي؟ شو نايمه؟ اي هون فكرتك بالشغل بس دقيت لك. خير في شي؟ شغلتيلي بالي لانه لا ابدا، بس اشتقت لك. فكرت صاير معك شي يا بنت. انا وعدتك انه ضل معك بهي المحنه ولا نسيتي؟ بهالمحنه؟ وبعدين؟ شو قصدك بعدين؟ على العموم الامور منتهيه، بكره مدر رح يطلع ان شاء الله. الجلسة الآن للنطق بالحكم باسم الشعب العربي السوري وبالاتفاق مع الهيئة. قررت المحكمة ما يلي: أولاً، تبرئة كل من المتهمين مضر السالم، سائر عبد الحي، جمان النزاع، وتجريم المتهمة سوسن مصطفى بجناية القتل العمد للمغدورة فرح محمود العادل، والحكم عليها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض. لا أنا ما أدن، رفعت الجلسة. لك سمعت شو عم يقول؟ لك عن مؤبد، لك عن مؤبد، الله يوفقك. انبسطتي يا رفيتي؟ انبسطتي بالمصاري اللي أخذتيهم؟ ولك إن شاء الله بياكلوا من جسمك أكل. وإنت أنا وفرح رح نضل ذنبين معلقين برقبتك، سمعان؟ بس إلا الحقيقة متبان، إلا الحقيقة ما تظهر، والله ما بيترك حدا سمعان، الله ما بيترك حدا. شفته بس ما حكينا غير كلمتين. وليش بس كلمتين؟ لك انت امتى بدك تتعلمي تاخدي وتعطي؟ لك شو بعرفني، كل ما بشوفه بفوت بالحيط. خليكي فايته بالحيط، بكره بيمل منك ومن هبلنتك وبيلاقي بنت تانية تعرف تحب وتاخد وتعطي معه. ومية وحده بتتمناه، لك شب حلو هو وسيارته. والله ما بعرف شو بدي اعمل، قلولي. طيب قلولي هلا منظبطها بعد الدرس. يلا كل وحدة تفتح كتابها لشوف. ايه
لك ان شاء الله ما تبلح الفتله نعيما يا تقبرني. لك الله ينعم عليكي نعيما يا ست الكل. الله ينعم عليكي. على فكره البيت من دون غلاصتك ما له طعم بنوم. كيف جود اليوم؟ انا زعلان منه. اف ليه؟ لانه رجعت من السفر وما جبت لي هديه. حبيبي مضر كان كتير مشغول فما لحق ينزل على السوق يجيب لك الالعاب اللي انت بتحبها. صح مثل ما عم تقول لك ماما، وهلا اي شيء بدك اياه نقي وين ما كان، لو كان بغابات افريقيا بجيب لك اياه. بغابات افريقيا؟ لك ايه؟ معناتها بدي نار حقيقي. تكرم عينك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك بابا. يا حبيبي صار لنا زمان ما اجتمعنا هيك. ان شاء الله دائما ما بتجتمعوا غير على الفرح والمحبه يا رب. وجودك حبيبي. عفوا مدام بس الغدا صار جاهز، تفضل. اي يلا جايين جايين. يلا بابا مضاهي خلونا نتغدى. سبقونا انتم.